السحور، الشعوذة أو تحرك المجامر كيف كنقولوا لها بالدارجة. فعل اللي عليه إجماع أنه خايب، كيف ما بغات تكون الإيديولوجية أو الديانة ديال الإنسان، واخا يكون ما كيأمنش به كاع. وحنا في المغرب من الدول اللي لصقوا لينا هاد التيكيجة بسبب المتعودين والسحارة المغاربة لإعلام طلاب على المستوى العالمي، وزيد على هادشي الإعلام والسينما والمسلسلات ديال دول أخرى اللي زادوا لصقوا لينا هادشي لدرجات ولاو المغاربة براسهم متيقينا. وفي المقابل كاينين شي أعمال مغربية اللي هضروا عليه، فأجي نضربوا دوير على هاد الأعمال ونشوفوا كيفاش تطرقوا لهاد الموضوع. نبداو مع سلمى رشيد أغنية الجدير اللي كان فيها مشهد ديال جوج عيالات جالسين عند الشواف باش تقضي لهم الغرض، وفعلا كيتقضى. وفي المشهد اللي موراه كيبداو يضحكوا في واحد اللقطه اللي كتبين الفرحه والنهايه السعيده، وهنا الطريقه اللي تصورات بها الشوافه وهاد جوج عيالات والنهايه اللي كانت سعيده من الفوق، فواخا تكون عن غير قصد ولكن راه اللي خدموا في هاد العمل وصلوا لينا ان الفعل حاجه عاديه، بل بالعكس حاجه زوينه ويقدر يتقضى لك الغرض عند الشوافه. وعلاش بديت بسلمى رشيد؟ حيت هي من الفنانه اللي عندها شعبيه في دول اللي كيرسخوا لهاد الفكره على المغاربه، ونتمنى انها تبقى ترد البال لهاد لي ديتاي، حيت واخا هو المخرج اللي دارها ولكن راه العمل بالسميه ديال سلمى رشيد. ولكن هذا ما كيمنعش باللي كاينين اعمال فنيه اللي هضروا على هذا الموضوع وبينوا الجانب الخايب فيه، بحال الاغنيه ديال حسيني وكوزان وماوشي اللي بينوا فيه الضرر اللي كيجي من السحور بجمل كانت سهله واضحه ومباشره، بحال الرفران اللي المعنى ديالو كان كيوصل بان السحور حاجه خايبه وكيقدر يوصل للموت كاع. وكوزان اللي في الكوبلي ديالو كيقول كلمات بحال سالت القصه بالبكاء، رديتي الفرحه اللي في قلبي روينه. وماوشي اللي سال الكوبلي بنتي ما عرفتش شنو ديري عمرني النهارده، كاشاره ان السحور نصب والنتيجه كيف ما بغات تكون راه ما جايهاش بسبب السحور او السحار. وحتى الكليب اللي بزاف شافوا فيه تطبيع مع السحور فكيبان ليا العكس، حيت الاغلبيه ديال الكادراج كانوا كيعكسوا الكارثه ديال السحور، بحال العافيه ام كتبكي وواحد وصل نعس في السبيطار بسبب السحور. فبالنسبه ليا الاغنيه والكليب عكس ما تقال عليها، كان ضد الفعل وماشي معاه. وتفرب كاين تراك ديال ولد الشعب اللي سميتو السحور، واخا ما معروفش بزاف ولكن راه من احسن التراكات اللي هضروا على السحور والانواع ديالو والنتائج الكارثيه اللي كيوصل لها. وهادشي علاش الفنان ملي بغى يتطرق لموضوع من هاد المواضيع خصو ينبه الناس على المخاطر ديالها وماشي العكس.